أنا بفكر فيها ليه؟ مش عارف لازق في دماغي ليه؟ هتشاهد ولا يمكن صعبان عليا عشتها يا خاطر؟ معقول بحبها بعد كل اللي عملته معايا؟ دي حدة بنت بتبيع حشيش. شوف صلاح باشا. لا يا حضرة الضابط فوق. اوعى تضيع نفسك. حساب يا ابني. حساب يا صلاح باشا. ده انت البلاكمين بتاع الدايرة دي. ما بشربش سفلاء. واصحى للقهوة وبطل العيال السيس دي تقعد عليها. ما بيجوش هنا والله يا باشا خالص. المعلم محرج عليا ما فيش حد منهم يجي هنا يا باشا.